زيتونة. شحال مرة كتمشي للسوق وكتبان لك التمة ديال الخضرة رخيصة وكتبغي تشريها بزايد باش تخزنها عندك في الدار، ولكن ما كتعرفش كيفاش دير ليها. الموضوع ديال اليوم هو التصبير او لا الكونسيرف. منذ القدم وبنادم عزيز عليه يخزن الماكلة باش النهار اللي ما كتكونش الماكلة كثيرة، كتكون المجاعة او لا كتكون عندك نقص في الانتاج، كتقدر تجبد داك الاطعمة اللي صبرتيها وتعاود تاكلها. دابا كنقدروا نستعملوا هاد لا تكنيك ديال لي كونسيرف حتى على ود لي فالور غوستاتيف ديال الاطعمه. ولو بوت ديال لي كونسيرف هو انه كتقتل داك لي باكتيري ولي ميكرو اورغانيزم اللي كيكونوا في لي زاليمون باش كتقدر تحافظ عليهم مده طويله. كاين بزاف ديال لي تكنيك ديال لي كونسيرف، وهاد النهار غادي نطرقوا غير لشي وحده منهم. الا كنتي مهتمين بالموضوع يمكن لكم تبحثوا نتوما على هاد لو سوجي دو فوت كوتي، و او ميم طون انا غادي نوجد لكم واحد الفيديو لاحقا على الموضوع. انا غادي نوريكم كلكو تكنيك اللي انا كنستعملهم عندي في الدار باش كندير لي كونسيرف ديالي. اول طريقه اللي غادي نشوفها هي الطريقه ديال السكر بحال اللي كنستعملوا بالنسبه لي كونفيتور. سينو كاينه الطريقه ديال الملحه اللي كنخدموها بالنسبه لي زونشوا وكلكو بواسون. كاين دي بي افريكان اللي كيستعملوا الملحه بالنسبه للحوت باش كيخليوه لمده طويله. كاين لا فوميزون او التدخين بحال لو سومون فومي، لو سيشاج بحال القديد، ولي زيرب اروماتيك او النباتات العطريه. وكاينه الطريقه ديال لا ديزيدغاتاسيون، يعني كتحيد الماء من لي زاليمون بحال هذوك لي فروي اللي كتلقاهم عند العطار، الكيوي، المانغ. لا ستيريليزاسيون ولا باستوريزاسيون. لا ستيريليزاسيون هي التعقيم، كتفوت الحراره ديال 100 دوغري. اما بالنسبه للباستوريزاسيون فكدير واحد لا تكنيك ديال ان شوك تيرميك، كيكون لاليمون فواحد الحراره عاليه ومن بعد كديروه في ان ميليو تري فخوا باش كتقدر تباستوريزيه. هادوك لي باكتيري اللي كيكونوا فيه ال بوف ريفيفر من بعد ملي كيكون عندهم لي كونديسيون بروبيس. ليونيزاسيون و ليغادياسيون، هاد لا تكنيك كتستعمل في لي غران من عند لاندستري. كيقدروا يستعملوها سورتو لي سيريال بالنسبه للمايس، بالنسبه للثومه والبصله. يعني هاد لا تكنيك هادي كتقتل لي باكتيري ولي فيروس اللي كيكونوا في لي زاليمون. وهاد لا تكنيك راها معروفه دوبي لي زاني 40. لا فيرمونطاسيون او لا التخمير بحال الخل مثلا، وكاينه لا لاكتو فيرمونطاسيون ولي لو بوت ديالها هو انه كت لي فيرمون لاكتيك اللي كاينين في الاطعمه يكري واحد الميليو اسيد باش كتحافظ على داك الاغذيه لمده طويله. غادي نوجد لكم واحد الفيديو على هذا الموضوع بالخصوص. لا ليوفيليزاسيون، وهاد لا تكنيك كتستعملها النازا باش كتعطي لي زاليمون لي زاسترونوت ديالها. ولو بوت هو انه كتكونجلي لي زاليمون ومن بعد كتحيد منهم الماء ديالهم. لونسيلاج، وهاد لا تكنيك هادي كيستعملوها لي زاغريكولتور بالنسبه لليغوم غاسين بحال البطاطا الصبيه، بحال الباربا، بحال الفجل، بحال اللفت. كاينه لا تكنيك ديال الزيت بحال الخليع مثلا، وبيان سور كاينه لا تكنيك اللي معروفه عندنا هي الفريغو والكونجيلاتور. الفريغو كتكون فيه الحراره بوزيتيف والكونجيلاتور كتكون فيه الحراره نيجاتيف. والفيديو ديال هذا النهار سالات، ما تنساوش ابوني لايكي كومونتي. تشاو.